انضم الينا الزميل الجميل ليث بزاري مراسل صباح العربيه في فرنسا ومن اجمل من ليث ليحكينا على الميلاد. اهلا بك يا ليث، يسعد صباحك. الخير لكم، جوية نويل، ميري كريسماس، ميلاد مجيد. نبدا يا ليث من غرائب احتفالات البلاد، تفضل. صحيح، اذا حكينا عن السويد بيقوموا بحرق ماعز كبير، وهو اول يوم احد في عيد الميلاد، مما يضفي القليل من البهجة على الأجواء الشتوية. بالسويد بتعرفوا كيف بتكون الأجواء عندهم. إذا حكينا عن اليابان شرق العالم يأكلون كنتاكي فرايد تشيكن KFC. تخيلوا أنه بدأت الفكرة في سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأ السياح الأجانب الذين يزورون اليابان في تناول هذا الدجاج المقلي بدل من الديك الرومي، وهذا طبعا ديك الرومي التقليدي طبعا في أعياد الميلاد. وسرعان ما انتشر الأمر بين السكان المحليين اليابانيين، مبيعات الدجاج المقلي في اليابان أعلى بخمس مرات خلال فترة الأعياد من المواسم العادية. هذا بنحكي شوية اقتصاد، يعني أرخص بكثير من التركي. بالضبط، فعشان هيك تعودوا أنه يأكلوا هذا الشيء. أما هناك في القارة الأمريكية، إذا رحنا على بوغوتا كولومبيا، تخيلوا أنه أنا مش راح أجربها ولا بعرفها ولا بدي أعرفها الفكرة. هوت شوكولات، الشوكولا الساخنة، بحطوا فيها قطع جبنة وبتناولوها بس في فترة الأعياد. الطعم رح يكون غريب أكيد، يعني إذا خلطنا بين المالح والحلو. سهام ممكن تخالفك بهذا الرأي. أنا بأكل الشوكولا ونادين الجبنة. بس بتغطيها بقلبها؟ لا بس خليني بس أحكي لك شغلة. ليه أنا افترضت أنه سهام ممكن تقول أنه لا، الحامض والحلو، المالح والحلو يجتمعان معا، لأن عندكم بالمغرب العربي خصوصا بالجزائر كتير أكلات فيها مالح وحلو. المغرب صحيح، المغرب الطاجين في برقوق ولحم بيأكلوا مالح وحلو، ممكن كله وارد. نعم، فهلا اذا رجعنا على كولومبيا بيصنعون هذه المواد، بتكون الحلوه المالحه اذا صح التعبير، في اعياد الميلاد خاصه. فهذه العاده الكولومبيه المفضله تصنع باذابه قطعه من الجبن في الشوكولا الساخنه حتى تذوب ويتم شربها، وغالبا ما تؤكل قطعه الجبن بالملعقه، تخيلوا بالمعلقه. هلا اذا رجعنا كمان مره على دول شمال اوروبا، اقصى شمال اوروبا عند القطب الشمالي، يخفي النرويجيون مكانس بعيدا عن الاعين، خايفين انهم يعني عندهم يؤمنوا بان ببساطه باسطوره قديمه تقول انه اذا تركت مكنستك طوال الليل فان السحر السيئين سوف يسرقونها ثم يركبونها ويحدثون الفوضى طوال موسم عيد الميلاد. واو، هذه هي أغرب أسطورة. يعني عندهم عادات، كل ناس عندهم، كل مجتمع عنده تقاليد مختلفة وعنده هيك أفكار بتكون غريبة. يعني أنا مبارح كمان أولادي لفتوا لي نظري، أنه كبروا شوي فوعيوا، لفتوا لي نظري على شغلة، أنه قال عم بيستنوا سانتا كلوز عشان يجي بالليل يحط الهدايا، فخلوني أحط له مج حليب وصحن كوكيز. واو، يعني هاي كانت جديدة علي، هذه ضيافة، غرائب ضيافة جيل اليوم، عشان تكون الهدية أكبر. طيب بس نكون واقعيين يا ليث، أوروبا تغيرت أجواءها هذه السنة. نعم، أجواء الميلاد فيها. نعم، تختلف احتفالات الكريسماس هذا العام في أوروبا، وأوقفت ألمانيا الأضواء كما أجلت النمسا، تخيلوا، إنارة أسواق عيد الميلاد في عاصمتها فيينا. وفي إيطاليا تلقى الإيطاليون مطالبات بترشيد استخدام الطاقة وخفض الفواتير، بينما طلبت فنلندا من مواطنيها قضاء وقت أقل في حمامات السونا عشان يوفروا كهرباء، كما أطفأت المخابز أنوارها احتجاجا منها على ارتفاع الفواتير. هولندا قررت أن تنير الأضواء نصف الوقت العادي للتوفير، وبلدية أمستردام الهولندية قررت استخدام مصابيح الليد لتوفير الاستهلاك. وفي فرنسا، بنرجع شوي لفرنسا، وفي بلدة فاييغ سور لوار، وهي بلدة يسكنها 5000 نسمة، استغنى رئيس البلدية عن الأضواء بفضل مجموعة من المتطوعين قاموا ببناء زينة عيد الميلاد من الخشب الذي يمكن إعادة تدويره. وطبعا وباريس أصبحت أحدث مدينة أوروبية
تعلن عن اتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة وخطط لإطفاء الأنوار عند برج جوستاف إيفل الشهير، كما ستنتهي الاحتفالات والزينة في الثاني من يناير بدلا من التاسع من مدة يناير. مش بس بالميلاد، بلشت هالخطة من مدة بس بدهم يخففوا فترة إنارة الشانزليزيه والتور إيفل لحد 2 يناير بدل التاسع من يناير. بس أنت نيو يير وين رح تكون؟ هون دبي. هون والله سنتنا حلوة راح تكون. الله يخليكم، أكيد من احتفال دائما بعام 2023 بالابتسامة، مهمة جدا الابتسامة لأنها تؤدي مرات وأغلب الأوقات للسعادة للعام الجاي. هيك أنا متعود. أيامك والأيام المشاهدين كلها سعادة. شكرا جزيلا ليث.